الدرس الثاني اللي نحن رح نبدأ فيه هو السيسكو. رح ندخل على عالم السيسكو. شو هو السيسكو؟ رح نبلش من البدايات. شو يعني سويتش سيسكو؟ كيف أنا بتعامل مع سويتش سيسكو؟ كيف بتعامل مع راوتر؟ شو أنواع السويتشات والراوترات بسيسكو؟ شو بيختلفوا عن بعض؟ كيف رح نبرمجهم؟ طبعا نحن كلنا بنعرف أنه أنا إذا بدي أشتري تجهيزة سيسكو أنا بدي أدفع مبالغ كتير كبيرة. طيب وحاليا نحن عم ناخد الدورة تبعنا أونلاين كمان. طيب كيف نحن بدنا نقدر نتعلم على البرمجة للسويتشات والراوترات تبعت سيسكو؟ شركة سيسكو حلت لنا هذا الموضوع بأنه عملت لنا برنامج سيميوليشن لتجهيزاتها لحتى نحن ندرب عليه وكأنه نحن عم نشتغل على سويتشات حقيقية وعلى راوترات حقيقية. أكيد في اختلاف، أكيد رح يكون في اختلاف بين الواقع وبين السيميوليشن البرنامج. في مشاكل رح نواجهها بالواقع ما حنشوفها نحن بالسيميوليشن. رح حاول قد ما فيني ضمن المشاكل اللي مرت معي بحياتي العملية أني أطرح لكم إياها وورجيكم إياها حتى لو ما مرقت معنا بالبرنامج، وخليكم تقرأوا عنها لحتى تعرفوا كيف تتعاملوا مع برنامج الباكيت تريسر وهذا السيميوليشن اللي هي عاملته الشركة. رح أعطيكم مقطع أو مصدر حتى أنتوا تشوفوه، عبارة عن فيديو أو مجموعة فيديوهات تشوفوها عن برنامج الباكيت تريسر وكيفية التعامل معه حتى نحنا نقدر ندخل فيه. بتمنى منكم أنكم تشوفوا هاي المقاطع الفيديو وتتعلموا منها لحتى نحنا ندخل مباشرة على التطبيق العملي. رح بتلاقوا المصدر موجود على الموقع، تابعوا على الموقع أي جديد ورح نوه عليه حتى بالإعلان.